فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب معانا موقع لسه في يومه الاول، بيعطينا لمدة 24 ساعة 35%، بيقول لك سحابة التعدين للاستثمار. ده يا شباب شكل الموقع من الخارج زي ما انتم شايفين كده. الحد الأدنى للإيداع هو 10 روبل. دي إحصائية الموقع يا شباب، هنا لسه يومه الأول. المستخدمين المدفوعات، المستخدمين هنا تجديدات يا شباب، وهنا الدفع اللي دفعه هو دفع واحد. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج زي ما انتم شايفين كده. الإحالات 3 مستويات. هنيجي كده يا شباب من فوق طريقة تسجيل في الموقع، هنيجي من هنا ونحط يا شباب هنا الاسم وهنا الايميل وهنا الباسورد ودعاية الباسورد، ودي بنسيبها زي ما هي. وهنا بنحط ارقام المحافظ بتاعتنا اللي هنشتغل عليها ونعلم على الشروط ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول من هنا يا شباب، هنحط هنا الاسم وهنا الباسورد ونعمل تسجيل دخول. اهو يا شباب ده كده داخل شكل الموقع من الداخل. هنترجم باللغة العربية طبعا. انت لو انت مفيش هنا اعدادات كده، الاعدادات من بره، تفاصيل الدفع، تفاصيل الدفع من هنا. لو عايز تغير حاجة في المحفظة بتيجي من هنا تفاصيل الدفع، بتعين اللي انت عايزه مثلا بيرفكت ماني، اي محفظة عايز تعينها، وبتعمل بعد كده ايه حفظ التغييرات. اهو يا شباب كده اتحفظت، وبعد كده تبدأ شغلك في الموقع عادي خالص. هنرجع للصفحة الرئيسية بتاعت الموقع. اهو يا شباب من هنا تبدأ الايداع. لو انت هتودع في الموقع بتيجي طبعا تغني خانة ديت، بتيجي كده بتحدد المحفظة اللي انت شغال منها. لو البير مثلا احط 100 روبل تجربة في الموقع، بعد الفترة اللي هي 24 ساعة اخدها 135 روبل، واعمل خلق وايداع، وهاجي اقول له تمام. اهو كده يا شباب طبعا بقالنا ايداع في الموقع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهو بكره زي الوقت ان شاء الله اكون اعمل اثبات سحب. هنيجي كده على الحساب، صفحه الحساب بتاعتنا، هنلاقي عندنا هنا الايداع بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده هينزل في الدفع، بعد كده بنيجي للسحب يا شباب من هنا، بنحدد طبعا المحفظه، وبعد كده بنحدد المبلغ ونعمل ده سحب. ومن هنا الودائع بتاعتنا اهو يا شباب، الودائع بتاعتنا. ومن هنا اللافتات. لو جينا للصفحة الرئيسية بتاعتنا هنلاقي عندنا هنا رابط الإحالة بتاعنا اهو. مجموع المدفوعات، مجموع المكتسبات، الإحالات. وبكده يا شباب يكون الموقع الرئيسي لتغيير كلمة المرور. كده يكون انتهينا من الشرح يا شباب. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس يصلكم كل جديد. اي حد يا شباب هيودع على مسؤوليته، انا بس ايه شايف ان الموقع لسه جديد واودعت، واللي حابب يودع وشايف الموقع يناسبه يودع، اللي مش شايف ان الموقع يناسبه يسيبه. الحد الادنى للايداع هو 10 روبل. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.